السلام عليكم. اليوم ان شاء الله لاباس عليكم بخير، كيف بقيتوا؟ اليوم ان شاء الله غادي نمشي انا وياكم لواحد البلاصه اللي كنسميوها لو سينيال دو بوترونج، وهي راه واحد اعلى بوان ديال بلجيكا. هذيك المنطقه كتكون بارده بزاف ومعروفه بالثلج ومعروفه بالحراره، كتكون هابطه لواحد ادنى درجه. غادي نديكم دابا معايا وغادي نشوفوا مع بعضياتنا فين غنوصلوا فين غادي نمشيو. هانتوما كما كتشوفوا الجو مبين راسو، الشتا بزاف وكاين الضبابه وكاين البرد، كاين الغابه ادغواطي اغوش، حيت هاد المنطقه معروفه بزاف بالغابه ومعروفه بالخشب ومعروفه بالصيد البري لو جيبيي، غنيه بزاف. وهاد البليصه اللي غادي نديكم ليها زوينه كتكون، وكيجيو لها الناس، فيها كيديروا السكي وملي كيكون وقت الثلج، وفيها نيت لي سونتي فين كيديروا الناس لا مارش، لي زاماتور دو لا مارش، لي زاماتور دو لا مارش اي لي زاماتور دو برومناد، لحقاش فيها بزاف ديال المناطق خلابه اللي الانسان كيجي يدوز الوقت فيها، سورتو ملي كيكون الناس كيبغيو المشيان. وهانتوما غادي تشوفوا هاد لا ميزون دو بارك اللي غادي تشوفوا. هاني معاكم. ملي دخلنا دابا نتوما كتشوفوا الدخله، داكشي اللي كتشوفوا داك الكتيبات وداكشي، هذيك توت لا دوكيومونطاسيون اللي كت تهضر على لا ريجيون هادي وعلى توت لي زاكتيفيتي كي سو تروف فهاد لا ريجيون، من روندوني، من سكي، من لا مارش، من تو سكارابور افيك لا ريجيون كتلقاوهم تما. وهادو هما هاد لا ميزون دو بارك راه دايره كوم لا ميزون دو توريزم، هما اللي كيشرحوا للناس وكيفسروا للناس وكيديروا بزاف نتاع الخراجات، وكيجيو الناس يتسجلوا، كيجيو الناس من كل جهه، ماشي غير من بلجيكا، كيجيو من المانيا، كيجيو من هولندا، بزاف ديال الناس كيجيو هنايا. ودابا حنايا كنتوجدوا في لا بيتيت لو بيتي ريستورون كي ستروف لا. دابا ما كاينش الناس بزاف لان ما كاينش الثلج في هذا الوقت، هادو غير شي شويه ديال الناس اللي كانوا سي دي توريست كانوا دايزين وقالوا وقفوا عائلات بوليداتهم بديك الشيء، يعني ما كاين حتى شي واحد، ما كايناش الدنيا. جينا في العام اللي داز ملي كان الثلج كانت الدنيا ما تلقايش بلاصتك. هانتوما تشوفوا شحال ديال الشلي عندهم، شحال ديال لي بون، شحال ديال الطبالي، كانت الدنيا ما كتلقاش بلاصتك لا في الباركين ولا. ودابا الدنيا ما كاين حتى واحد، الدنيا خاويه. من بعد ان شاء الله غادي ندير لكم حتى الخرجه نتاع الثلج، ان شاء الله ملي يطيح الثلج غندير معاكم ان شاء الله هذيك الخرجه حتى هي. المهم دخلنا لذاك بيتيت كافيتاريا، ما كليناش ديك الساعات لان كان يلاه الصباح،
خدينا ان شوكولا شوك كوم فو فوايي سي تري تري بو سا في دو بيان اي سا في سا ريشوف. بعد ما نكمل مون بيتي شوكولا شو ما حدو سخون لان خصني نشربو ما حدو سخون غادي نمشي ان شاء الله ندوركم شي شويه تما وتشوفوا شنو كاين. هذه هنايا دايرين لا ديكو ديال لو فال ديال لوتون داك الكافيتاريا كلها مزوقه بالوريضات وبداك الشيء نتاع لوتون داك لي فوي سيشي وداك الشيء. من بعد غادي ندير بكم دويره ان شاء الله كما كتشوفوا دابا. هما لي بول اللي قلت لكم باش قلت لكم المنطقه راها غنيه بالخشب تبارك الله عندهم جميع انواع الخشب من لو شين من كل شيء وكيصنعوا بيكو عندهم كل شيء هنايا مصنوع ناتوريل تو اي ناتوريل لي بريك لي بيير الخشب كل شيء ناتوريل نتوما غادي تشوفوا داك الشيء زوين حتى لو بلافون حتى لو توا حتى لي شومبرو حتى تو كوم فو فوايي ايسي كل شيء افيك لو بوا ناتوريل. وهنايا كاين هذا لو فوايي راه بلو بوا حتى هو ملي كيكون يام التلج وكيكونوا الناس دايرين به تما وكيكون شاعلينو كيحمق يعجبك ترتاحي كتقبطي كويس داتاي ولا قهيوه ولا الشوكولا شو كتجلسي والناس كتلقاي كلشي الناس محيدين اللي قد ديالهم محيدين لي بوني وجالسين ودايرين بداك لو فو دو بوا واحد لا شالور واحد غزال داكشي زعما الكليسه زوينه وكيديروا لا سوب شود وكيديروا لا بيتيت ريستوراسيون اللي بغا ياكل شي حاجه ياكلها الناس كيجيبوا ماكلتهم معاهم اللي بغا يدير شي حاجه كيديرها اوتور ديال داك لو فو سي جينيال جينيال جينيال. هانتوما كتشوفوا شحال ديال الطبالي كاينين شحال ديال لي بون دابا كلشي خاوي ملي كيكون الثلج ما تلقايش بلاصتك داكشي زعما جينيال افير كوا سي تا بيتي كوا ا ريكوموندي. دابا حنا سالينا حيت ما كاين والو داكشي المهم غير جلسنا شويه شربنا داك الشوكولا شو دابا حنا خارجين دابا ان شاء الله غادي نرجعوا للدار. والحاجه سورتو الحاجه اللي كتحمقني انا وكتعجبني نشوف هي الوليدات الصغار كتلقايهم فرحانين وعاجبهم الحال وداك اللباس اللي كيكونوا ملبسينهم ديال السكي وداك الحوايج ديال السكي وصباب السكي كتلقايهم غير كيسبقوا غير كيلعبوا فرحانين وكيلعبوا بديك الثلج وكيديروا الكواري وشيرمي على شي الكواري وفي تالي يدخلوا يتسخنوا زعما اللي عنده الوليدات غير يمشي لتما والله القسم الا زعما زوينه. بالنسبه للناس اللي ساكنين بلجيكا راه بلجيكا ما كبيراش بزاف راه كلشي يقدر يوصل لها. الناس اللي في لياج راه غير 40 كيلومتر. الناس كاع اللي في بروكسل راه غير ساعه ونص ديال الطريق ولا او بلوس 2 اور. يعني الواحد يمشي يدي وليداته ويمشي لتما عظيمه داك البليصه زعما زوينه سورتو فاش كيكون الثلج سورتو فاش كيكون الثلج يمشيو تما راه سي سوبر جينيال سوبر. ايوا نخليكم دابا معايا غادي نمشيو ان شاء الله دابا حنا ساكنين باش نمشيو للدار نتلاقاو ان شاء الله ملي نوصلوا للدار. احنا وصلنا للدار نعطيكم غير واحد اللقطه ما غاديش نوريكم كل شيء دابا لحقاش مازال ما دايره حتى شي فيديو على الجريده وعلى ديك البليصه اللي عندي. غادي نتقاسم معكم شي خديمه شي شغيل غادي نديرو في الدار. اليوم ما غاديش ندير لا طبخ ولا حتى شي حاجه غادي نتقاسم معكم واحد البيتي رونجمون اللي غادي ندير بيتي اورغانيزاسيون على ديال الصبابط انا غادي نصوب معاكم. انتما غادي تشوفوا دابا شنو غادي ندير ان شاء الله. وهنايا انتما كتشوفوا هذا هو لو بتي كوال اللي راني باغيه نطريي وباغيه نضم وباغيه نخوي شويه منه داك الصبابط نتاع الصيف وداك الصنوديلات نتاع الصيف وغادي نخلي غير داكشي اللي كنحتاج. انتما خليكم معايا دابا كما كتشوفوا نورمالمون هاد البليصه كانت كتسمى تحت الدروج كما كنقولوا تحت الدروج والسلام
كيتحشى فيه كلشي صبابطها سيكان اللي بغيتي تحطها من يدك كتحشيها تما كيولي غير ديباغا وصافي كيولي حالته. وهي تجيني هذه الفكره ديال درناهم سيغ ميزور هاد دارهم ليا راجلي هاد لي زيتاجير درناهم سيغ ميزور ودارهم على هاد الطريقه هادي باش نبقاو نديرو فيهم الصبابط. وفي الحقيقه الفكره جات زوينه بداك الخشب رطيطوب وليس وساهل في المسيح وساهل في الغسيل الحمد لله عجبني الحال. هادو الصبابط اليومي الصبابط اللي كيمشي بهم الانسان للخدمه والصبابط العاديين يعني ماشي الصبابط تاع تولي جوغ العاديين ديال الواحد يمشي بهم للخدمه نفعوني بزاف باش ما كاينلاش نبقى نطلع للدريسين ونهبط للدريسين. عندي هنايا جايني سالو جايني على يدي وجايني على قرابي للدخله وقرابين هاد تحت الدروج كله درت له هاد لي زيتاجير كما كتشوفوا. وفي الجهه دليسر درت داك الهبطه اللي كتكون هابطه تحت الدروج ما كينفع فيها حتى شي حاجه الا تحشات فيها شي حاجه بعض المرات كتجيك صعيبه انك تحني تجبديها وديك الشيء. شنو درت فيها جوج ديال المجوره مره اخرى ان شاء الله غادي نتقاسمهم معاكم وغادي نوريهم لكم وغنوريكم شنو راني دايره شنو درت فيهم مره اخرى ان شاء الله غادي نقول لكم. اوي بغيت نهضر لكم على هاد لابتيت لومب اي بوغ اكليري هاد لو كوان هذا اللي درت فيه لي زيتاجير لحقا جايكم ميم غوارق شويه وجاي مظلام درت له هاد لابتيت لومب اللي كتشوفوا هنايا كتلصق بسهوله والله الا سهله بزاف لي فليكسيبل تي بي لوريونتي كوم تي فو كطلعيها كتهبطيها ادغوات اغوش كتضوي الجهه اللي انت باغيه سي جينيال في الحقيقه علم زوينتها ومضويه ليا داك القنيت مزيان والكليغاج راه شي حاجه مهمه في ملي تبغي تهزي شي حاجه ملي ما تحتاجيش تشعلي الضو الكبير سي تري بيان في الحقيقه سي اغوكوموندي زوينه. ودابا الغزالات ديالي كنتمنى ان هاد الفكره ديال لي زيتاجير تكون عجباتكم وحتى نتوما يمكن ديروا بحالها باش تعمروا داك القنيت اللي كيكون عندنا تحت الدروج. والسلام عليكم وخليت لكم الراحه.